أصدر الستار عن هذا الملف، ملف الذي كان يطلق على تسميته بملف تذاكر المونديال. لا يخفى عليكم المجهود الجبار الذي بذلته أسرة الدفاع. وجدنا الأذان الصاغية، محكمة استئناف هي محكمة الدرجة الثانية، عاينت سائر تسبيبات الحكم الابتدائي الذي كنا قلنا في سابقا بأنه جانب الصواب فيما قضى به من الناحية القانونية، من الناحية القانونية. بالنسبة للحكم اللي صدر في حق عادل العمري بعدم مؤاخذته من أجل المشاركة في النصب، العناصر التكوينية للمشاركة ديال الفصل 126 غير متوفرة في نزلة الحال. المحكمة مشكورة الأذان الصاغية ووضعت مرافعة الدفاع وأخذتها بعين الاعتبار، استمعت إلى مداخلة السيد الوكيل العام وكان هناك سجال قانوني رفيع، استمعت إلى مداخلة الدفاع الأساتذة المشكورين اللي حضروا معنا حين اختلائها للمداولة وفي ساعة متأخرة من الليل، وأقولها ماشي الصباح، من الليل، لأن الحكم ما خرج حتى العشرة ونص ديال الليل، ماشي مع العشرة الصباح. كتجيو بعض الفئات ماشي أنا في احترام الأطراف، في احترام لنفسي، أنا ما كان حتى شي واحد، بالعكس الزملاء الصحفيين وناس محترمين. فالمحكمة قضت اليوم مع العشرة والنصف ليلا بعدم مؤاخذة عادل العمري من أجل منسوب إليه والحكم ببراءته من أجل المشاركة في النصب. عادل العمري يمارس مهامه في راديو مارش إن شاء الله، والميكروفون بدون عادل العمري حزين، وإنه بكل روح رياضية. فبالنسبة للحداوي الشخص الذي أحبه شخصيا، المحكمة أقامت بتأييد الحكم الابتدائي مع خفض العقوبة إلى 8 أشهر، خفضت العقوبة إلى 8 أشهر. سوف يكون لنا كلمة أمام محكمة النقد والمتهم بريء حتى تثبت الإدانة، وتثبت الإدانة تباشر بالأحكام القطعية التي لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن، باقي طريق الطعن ديال محكمة النقد. نشوفوا الحكم ونشوفوا التسبيبات التي اعتمدت عليها المحكمة، ولكل حادث حديث.